نعم. بالنسبة للأضحية تأخذ حكم العقيقة أو العقيقة تأخذ حكم الأضحية بالنسبة للشروط؟ اختر أي الأمرين شئت، اختر أي الأمرين. العقيقة. أي نعم، كل الذبائح المشروعة فحكمها حكم الأضحية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. كل الذبائح المشروعة، العقيقة والفدية والهدي كالأضحية تماما. مجزئة ولا غير مجزئة؟ ما تجزئ لا من الظأن ولا من المعز، وستة شهور تجزئ من الظأن ولا تجزئ من المعز. نعم.